اعمل البوريك في البيت بطريقه خفيفه بدل ما نعجن واحشي واعمل خلطه بيضه كده كلها على بعضها بس طعمها يجنن. هنحتاج فيها 3 بيضات، نص كوبايه من الدقيق يكون منخول عشان البوريك يبقى معانا حلو، بيكنج باودر هناخد 16 جرام يعني 2 باكت، لو في المغرب هناخد 2 باكت، في مصر هناخد باكت ونص عشان الباكت هنا كبيره عن اللي احنا بنعملها في المغرب، يبقى هناخد 16 جرام بالظبط هنظبطها، ملح فلفل اسود حسب الرغبه، عندنا بطاطس تكون مبشوره انا واخده هنا 3 بطاطسيات صغيرين مش كبار، فلفلاية رومي متقطعة جوليان يعني شرايط أو شرايح، كوساية واحدة مبشورة بالقشر بتاعها عشان الفايدة كلها في القشر، جزراية برضو مبشورة بس من غير قشر، عندنا زيت المادة الدهنية عندي زيت، وعندي ايه يا زوز، وعندنا ايه تاني، عندنا بصل اخضر مفروم نص كوبايه بصل اخضر مفروم نص او خلينا كوبايه من الشبت هيدينا طعم حلو جدا، وعندي 250 جرام من الجبنه الشيدر يعني ما يعادل كوبايه ونص او كوبايتين حلو جدا من الجبنه الشيدر او جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه عندك انت عايزاه. كل اللي انا محتاجاه صينيه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه في الحياه، وهاخد هنا فيها مش هعمل فيها اي حاجه رشه من الزيت، زيت نباتي زبده سمنه يعني بصي الماده الدهنيه انت تحكمي فيها، ممكن كمان تحطي زيت زيتون لو انت عايزه هيبقى معاكي رائع. حضرنا الايه، حضرنا الزيت بتاعنا، هنا هاخد البيض، بصوا بقى مفيش بقى الحاجات الصعبه ونصعبها على نفسنا ونقول احنا مش هنعرف نعمل مش هنعرف نسوي، لا هنعمل الدقيق، البيكنج باودر ممكن استبدله بالبيكنج صودا، الملح بتاعي، الفلفل الاسود، ولو حابه طعم معين حابه تدخلي لحوم دخلي لحوم هتبقى معاكي برضو حلوه جدا وجميله. هقلب المكونات بتاعتي اهو، وهحط زيت عشان اخف بيه لحد ما يبقى عندي سايل، بس اعمل كده الاول اتاكد ان كل المكونات بتاعتي امتزجت. هبتدي ازود الزيت، الزيت هياخد معايا حوالي يا نص كوبايه يا كوبايه الا ربع، ما زودش عن كده، وابتدي اقلب بالشكل ده اهي، ناخد بقى الكميات المناسبه ليا. طبعا هنا الشباب متوصيين فيا البطاطس، بسم الله ما شاء الله كبيره، ناخد هنا الكوسه اهو، جزر كمان ناخد الجزر كله حلو، الله واسيب شويه نزين بيه، التشيز بتاعتي اللي ضروريه جدا نسيب شويه، والشبت هقوم عامله ايه، هقوم سايباها مش هغطيها، عايزه احط جبنه بس من فوق كده اخليها احط عليها جبنه بس من فوق وهسيبها براحتنا خالص، بس هي اوريدي فيها تشيز يعني عندي محشيه بالجبنه فوق ما تتخيلوا، يعني هي تبقى جميله جدا ومنغمه فطيره من الفطائر الرائعه، يعني نوع من انواع البوريك الرائعه كده الصبح مع شويه شاي تبقى معاكم، عايزه اقول لكم تجنن يعني طعمها لو دقتوه مش هتبطلوها في البيت نهائيا اهي.